بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هو اول فيديوهات الوحدة السادسة من كتاب ماي نيو فريند مراجعة نهائية 2023. بنحل بهدوء وبتأني وتؤدة، مفيش فكرة ينفع تعدي عليك. انت ثانوية عامة، مفيش حاجة اسمها دي مهمة ودي مش مهمة، كل الكلام الموجود عندك مهم. تعال نشوف اول سؤال، بيقول لي it is too early to not. تو صفة تو معناها جدا لغاية ان ما ينفعش، فانت بتقول احنا بدري قوي فما ينفعش ان احنا نعمل ايه في النتائج او العواقب بعيده المدى للتو كانتريز يونيون، للاتحاد اللي حصل بين او الوحده اللي حصلت بين الدولتين. انسيست يعني يصر على، بيجي بعدها اون والفعل مضاف لاي ان جي، ممكن نجيب بعدها ذات وجمله اي انسيست اون ليفنج او اي انسيست ذات اي ليف اي انسيست ذات يو ستول، يعني الفعل ده ممكن يكون ماضي او مضارع. ريزيست يعني يقاوم، حتى ساعتك لو قلبتها كده تلاقي مكتوب عليها ووتر ريزيستنت يعني مقاوم للماء. اسس معناها يقيم، فبقول لك ان انت مثلا في الجمله بيقول لك معناها ان صعب قوي او بدري قوي ان احنا نبدا نفكر في تقييم نتائج هذه التجربه للوحده بين دولتين. فاسس يعني يقيم. على فكره اختها الثانيه اسمها ايفالويت برضو معناها يقيم. لكن معانا بقى اسد دي اللي هي الاصول او الممتلكات او الرصيد اللي عندك. studies show that تدرس او الدراسات تبين انه if a working environment لو البيئة العمل is pleasant سارة يعني زي نظام كده cheering يعني سارة او مفرحة not increase إيه اللي هيزداد يا ترى؟ productivity الانتاجية اكيد الانتاجية هتزيد. estimation اللي هو التقدير او النسبة. appreciation التقدير اللي هو شكر الناس. contamination دي اخت pollution اللي هو التلوث. خد بالك estimate يعني يقدر عدد، اقول لك مثلا احنا كلنا تقريبا 17 وجبة الشهر ده لحمة، ف estimation يعني تقدير العدد. لكن appreciation تقدير الآخرين، لما أقول لك تقدير باباك علشان هو تعب معاك فاسمه appreciation. طيب رقم ثلاثة healthy diet الرجيم الصحي not your risk for cardio معرفش ايه كده كلام كتير كده علمي طبي أمراض القلب والأوعية. المهم بقول لك إن الرجيم الصحي بيعمل ايه في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية. طيب raise يعني يرفع، أكيد لا الرجيم الصحي مش هيرفع، ده هو declines يعني يقلل من، analysis يعني يحلل و recognize يتعرف على، فأكيد الرجيم الصحي بيقلل من الأمراض أو الإصابة بالأمراض. in order to turn the deserts the deserts عشان نحول الصحراء ل fertile لأرض خصبة يعني وإيه المهندسين بنوا a new channel قناة جديدة. conductive معناها موصل الكهرباء. objective معناها إما معناها هدف قصير أو معناها كمان موضوعي. طب subjective معناها اعتراضي. طب productive معناها منتج. سبجكتيف معناها مش اعتراضي. سبجكتيف معناها مادي من سبجكت المادة يعني. the use of high speed machinery improve استخدام الآلات سريعة أو شديدة السرعة عالية السرعة بيحسن من الايه of the factory بيحسن من الايه اللي في المصنع. efficiency دي معناها الكفاءة. من effective. proficient معناها كف معناها كافي كافي يعني حاجة مكفيانة وفايدة مننا يعني. effective معناها فعال أو مؤثر. affection دي معناها المحبة والود وكده يعني. فأنت بتقول استخدام الآلات السريعة بيحسن من الـ A بتاع المصنع، أكيد الكفاءة بتاعة المصنع اللي هي efficiency رقم A. طيب رقم 6 the teacher told us to stop not and get to work. المدرس قال لنا بطلوا بقى إيه وروح اشتغلوا يلا. procrastinating اللي هو التوقف عن المماطلة والتأجيل. depend يعتمد على وcomment يعني يعلق وproclaim عندك الأول كلمة claim معناها يدعي وreclaim الكلمات اللي شبهها كلها بقى. reclaim معناها يستصلح reclamation استصلاح. دي واخدينها بقى من كلمة claim بمعنى يعلن. proclaim معناها يعلن. طيب فالمعلم قال لنا بطلوا بقى مماطلة أو تأجيل أو تسويف procrastination يعني وprocrastinating عشان stop ING بعدها وابدأوا اشتغل عشان يعب عليكم. stress is often a knot in development of long term sickness. بقول لك ان التوتر ده بيكون ايه في تطور او حدوث يعني تطور للمرض. تعالى نترجم واحده بواحده من الاهم للاقل. factory مصنع. fiction اللي هو الخيال. وفاكتور يعني عامل. ولما تقول مثلا ان الستريس التوتر هو سبب اساسي في تطوير او احداث الامراض البعيده المدى. طيب فخد بالك فاكتور معناها عامل، ولاحظ ان عامل دي مش معناها عامل بيشتغل في مصنع يعني، عامل معناها اساس او سبب يعني. فراكشن دي جت لنا 100 مره قبل كده كان معناها جزء صغير من او كسره من يعني. people who smoke have طبعا دي مش مطلوبه منك مش موجوده في المنهج عندك. people who smoke have a not great risk of developing lung cancer. بقول لك الناس اللي عندهم او اللي بيدخنوا عندهم a not great risk يعني خطر كبير بشكل ملحوظ، يبقى significantly رقم ايه؟ خد بالك significantly معناها مهم هنا معناها بشكل ملحوظ. significant
معناها هام لكن سيجنيفيكانتلي معناها بشكل ملحوظ. عايزك تركز ان لما يكون عندك صفه فانت عايز قبلها ظرف وده الظرف، ما فيش غيره اصلا ظرف. The teacher gave me her not to go home early. المعلمه اعطتني الايه ان اروح بدري، اكيد اعطتني الاذن اللي هو اسمه بيرميشن. بيرمت يعني يصرح لي او اذن رسمي، بيرميشن اللي هو اذن اللي انت تقول لواحد بعد اذنك اروح فيقول لك روح. طب لو انت ايه الفرق بينها وبين كلمه بيرمت؟ بيرمت دي معناها اذن رسمي كتابي، لو انت عايز تسافر بره فانت محتاج بيرمت، طب انت عايز تروح الحمام فمحتاج بيرميشن. بروكراستينيشن دي التسويف، واويرنس اللي هو الوعي. طيب سموكينج نوت تو هيرت تو هارت ديزيز، تو دي عايزين نقف معاها شويه. انت عارف ان ليه تو معناها يؤدي الى، وريزلت ان معناها يؤدي الى برضو، وكوز يعني يؤدي الى برضو، بس لاحظ ان كوز من غير حرف جر، فبما ان معاك حرف جر فدي طلعت. كان كمان بتساوي كمان كلمه برينج اباوت، يبقى انت عندك كام كلمه بنفس المعنى؟ اربعه، اللي هم برينج اباوت، كوز، ريزلت ان، ليد تو. عندك تو فهتخطف ليد. نوت هاد ا باد افكت، لها تاثير سيء على البيبلز كارينج اوت تاسكس، على تنفيذ الناس لمهامهم. ايه هي؟ الانتاجيه، لا اكيد التسويف، بروكراستينيشن، ديكلاريشن للاعلان، اكسسبيليتي اللي هي امكانيه الوصول، going to court to obtain compensation انك تروح المحكمة عشان تطلب تعويض، is a long هو عبارة عن ايه؟ طويلة، a long process يعني عملية طويلة، assess يعني يقيم، index اللي هو الindex اللي هو الفهرست يعني، success اللي هو النجاح. طيب بعد كده the program not to make the country self sufficient، sufficient لسه كنا بنحكي عنها اللي معناها كفاية يعني، فبقول لك ان البرنامج ايه؟ ان هو يجعل الدولة دي عندها كفاية ذاتية في انتاج الطعام. find يعني يجد، ايم يعني يهدف، هندر يعني يعيق، اخت بلوك اللي كانت عندنا في اول وحده في نفس الكتاب ده، defects اللي هي العيوب او المساوئ، trembling with fear اللي هو كان بي يعني بيرتعد من الخوف، بيرتعش يعني الخوف، she not over the money to the gunman هي ايه؟ الفلوس للراجل اللي ماسك البندقيه، handle معناها يتعامل مع، hand معناها يد، وhand over معناها يسلم، held معناها يعقد او يمسك، وhinder معناها يعيق، اخت بلوك اللي لسه حالا قايلين عليها، فلانها كانت بترتعد من الخوف فهي راحت مسلمه الفلوس، handed over، وعلى فكره كان في hand in. each not person كل شخص ايه؟ is responsible for his own arrangements مسؤول عن ترتيباته وحياته يعني، اكيد individual كل شخص بذاته مسؤول عنه. crucial دي معناها معناها يعني ايه؟ عصيب او صعب او نقدي او حرج، لما نقول crucial situation معناها موقف حرج. vertical دي العمودي، هوريزنال دي من هورايزن، هو رايزن اللي هو ال لما اقول لك وايد نيو هورايزن وسع الافق يعني، وبناء عليه طبعا هوريزنال معناها افقي، افقي في التظبيط يعني كده، افقيه وراسيه وعموديه القصه دي. طب وايل اي ووز ستادينج، بينما كنت اذاكر، اي ووز نوت باي لاود نويز، انا كنت ايه بسبب في دوشه بره؟ اي ووز انتراكتد معناها تفاعل، ديستراكتد معناها تم تشتيته، attracted معناها جذب، interested معناها اهتم. فطبعا interested in واي ان جي او اسم، interested to المصدر، اخت، keen on واي ان جي او اسم، وkeen to المصدر. طيب the policies الايه بتاعت السياسه cannot be measured by numbers alone، الايه بتاعت السياسه عمرها ما ينفع تتقاس بالارقام بس. تعال نشوف، active يعني فعال او نشط، interactive برضو معناها تفاعلي، effectiveness اللي هي الاثر او الفاعليه، effective معناها مؤثر او فعال. فانت بتقول اثر السياسه لا يمكن ان يقاس بالارقام. the paper contains numerous spelling a you have to check it، بقول لك ان الورقه دي مليانه errors اخطاء كثيره جدا لابد ان تفحصها. monitor دي معناها يراقب ومعناها شاشه، degree درجه علميه ودرجه الحراره، grade معناها درجه الامتحان ومعناها صف دراسي ومعناها يدرج، declining on the right way، deciding on the right way to work raises productivity ايه، بقول لك ان اختيار الطريقه الصحيحه للعمل دي بتساعد في رفع المعدل الانتاجيه اللي هو اسمه ليفلز. lentils دي للعدس، conclusion اللي هو الخاتمه والاستنتاج، permission اللي هو الاذن. فانت بتقول انك تختار الطريقه الجيده للعمل فده بيرفع من معدل الانتاجيه. after you write the body of an essay، بعد ما تكتب البودي بتاع المقال، draw suitable، ارسم لنا كده او اكتب لنا ايه مناسبه. conclusion طبعا انت عارف المصطلح اسمه draw conclusion، لسه حالا حلنا في كتاب المعاصر اللي نشرناه على القناه. بعد ما تكتب البودي بتاع المقال، ارسم لنا suitable conclusion يعني خاتمه او استنتاج واضح. introduction معناها مقدمه، efficiency للكفاءه، لكن sufficiency للكفايه، productivity اللي هو الانتاجيه. the outcome ايه؟ on conditions as well as how events unfold، بقول لك ان النتائج بتعتمد على
الكونديشنز الاحوال بالاضافه الى الاحداث اللي بتحصل. انتند يعني ينوي، ديبند يعتمد، اتند يعني يحضر او معناها يرافق، انتر اكت يتفاعل. فانت بتقول بقى ان النتائج بتعتمد على الظروف اللي احنا كنا عايشين فيها والاحداث اللي مرنا بيها. The documentary is not of the issues was very superficial. بقول لك ان الايه بتاع البرنامج الوثائقي للاحداث والقضيه اللي حصلت كان ممتاز جدا. mentality اللي هي العقليه، actuality اللي هي الواقعيه، analysis يعني تحليل الملف او تحليل الفيلم الوثائقي للقضيه كان جيد جدا. طيب بعد كده رقم 23، جمل الكتاب ده في الكلمات رخمه شويه، بس هو في القواعد يخرب بيت الامتياز، وفي في الرايتنج يخرب بيت العظمه. The note of the workers improved as their confidence grow. الايه بتاعت العمال بتتحسن بمجرد ما نحسن ثقتهم ونرفع ثقتهم. Procrastination دي المماطله او التاجيل، Priority دي معناها الاولويه، Alternative معناها بديل، البرفورمانس الاداء، اداء العمال بيتحسن لما يكون عندهم ثقه في نفسهم. Despite her age برغم عمرها المتقدم، she has been able to maintain her not lifestyle. برغم عمرها المتقدم الا انها عرفت انها تحصل على نمط حياه ايه؟ سيكشن دي معناها جزء، ستيج تمثال، اكتف معناها نشيط، ديتكتيف معناها محقق. بقول لك برغم ان عندها متقدمه في السن الا ان هي بتحصل او بتحظى بنمط حياه نشيط، بتصحى الصبح بدري، بتشتغل كتير كده. I looked at the map. انا بصيت في الخريطه. To not my memory of the road. علشان اعمل ايه؟ لذهني او لذاكرتي بالطريق. ريجريت يعني يندم، ديفيت يعني يهزم، ديسيف يعني يخدع، طب ريفريش انشط معناها ان انا بصيت في الخريطه علشان افتكر وانشط الذاكره كده افتكر الطريق. Scientists are developing a not approach. العلماء بيحسنوا بيطوروا اسلوبا ايه؟ to treating the disease لمعالجه المرض. alternative معناها بديل، evaluation تقييم، برين ستورم يعني يعصف ذهنه، difference يعني اختلاف. فالعلماء بيحاولوا يطوروا طريقه بديله لعلاج المرض. ذا كامبين اللي هي الحمله، وخد بالك بناخد معاها كلمه لونش ا كامبين او سيت ا كامبين يعني نطلق حمله. از ديزايند تو انكريز بابليك نوت اوف ذا ايشوز. بقول لك الحمله دي هدفها انها ترفع من الايه بتاع الناس عن القضيه، اكيد الوعي العام او الوعي الشعبي اسمها اويرنس، اناليزس تحليل، اسسمنت يعني تقييم، فايندنج معناها نتيجه. شي انجويز سبيندينج تايم، بتستمتع بقضاء وقتها ات هوم في البيت، في فاميلي اند فريندز. ايه الاسره والاصدقاء. اجين مره ثانيه، اواي معناها بعيدا عن، اباوت يعني حوالي او عن، طب امونجست معناها بين. وعلى فكره كان ممكن نستخدم كلمه امونج بس زيها بالظبط امونجست. ذيز فري الكشنز الانتخابات الحره دي مارك ذا نيكست ستيب ان ذا كانتريز نوت تووردز ديموكراسي. بقول لك الانتخابات دي بتبين لنا الخطوه او بتكشف لنا عن الخطوه المقبله للدوله ناحيه الديمقراطيه. ديستراكت يشتت، داركنس الظلام، بيرمت يعني اذن وتصريح، طب بروجريس التقدم. ذا كانتريز بروجريس يعني تقدم الدوله ناحيه الديمقراطيه. شي سيمت تو بي ريكفرينج اند ذن شي وينت انتو ديكلاين. بدات في البدايه ان هي بدات تتحسن وبعدين بدات صحتها تنخفض. ديكلاين معناها ينخفض صح؟ طيب او بس هنا مش ينخفض، ده وينت انتو ديكلاين يعني دخلت في حاله انخفاض. ركز لي كده الله يكرمك، ركز معايا كده. كلمه ديكلاين دي كلمة ديك لاين احنا بنستخدمها حاجتين اتنين، كفيرب بمعنى ينخفض ومعنى يرفض. طيب كناون بمعنى انخفاض او انحدار او انحصار يعني. في الجملة بقى بيقول لك ايه؟ ان هي بدأت تتحسن وبعدين دخلت في حالة من الانحدار او القلة او النقص. اذا دي اسم، القلة والنقص والانحدار دي اسم، يبقى ناون. Subjects had to attend to subjects had to attend 10 test A on different days. يبقى مش subjects كده بقى students، الطلاب لازم يحضروا 10 ايه امتحانية يعني في ايام مختلفة. station محطة، mention يعني يذكر، session معناها جلسة، وquotient تحذير. فهو بيقول لك ان الطلاب دي المفروض تبقى students، الطلاب لابد ان هم يحضروا 10 جلسات اختبارية او امتحانية في ايام مختلفة. you are efficient hard work. انت راجل كفء يا ابني. carry out نفذ، carry forward يعني امشي للامام، كاري يعني يحمل، كاري اون معناها استمر في العمل الجاد. We did some not and came up with some ideas. احنا قمنا بعمل ايه وجبنا شويه افكار سكره. اوبشن اختيار، ايفيدنس يعني دليل، اخت بروف وارجمنت بس هي اسم لا يعد لكن هم معدودين. بروكراستينيشن اللي هو او بروكراستينيتنج اللي هي مماطله والتسويف، برين ستورمنج. فهو بيقول لك احنا عملنا بعض عصف الذهن يعني بعض التفكير الدقيق وطلعنا شويه نتائج زي الفل. Not a fire broke out. How would we escape؟ كيف لنا سنهرب؟ فإذا هو بيقول لك افترض إن حصل حريق، هنهرب إزاي؟
سبوز افترض، سبورت معناها يدعم او دعم، اكسبوز معناها يعرض، امبوز معناها يفرض. لما نقول امبوز فاين معناها يفرض غرامة، امبوز سانكشنز معناها يفرض غرامات على دولة وكده او عقوبات. It is a stupid decision، انه قرار سخيف. That completely defies، اللي بتحدى لوجيك المنطق، ماجيك السحر، ماجنت المغناطيس، وندر يتساءل. اذا ده قرار سخيف بيتحدى المنطق، ضد المنطق يعني. She performed the most challenging note without a mistake، هي قامت بأكثر ايه صعبة من غير ولا غلطة. تعال نشوف. طبعا تاسك اكيد يعني تاسك اللي هو اصعب مهمة. ترجم بقى الباقيين. تاسك دي اللي هي الناب بتاع الحيوان. تك اللي هي معناها تك، يعمل تك يعمل علامة صح كده يعني. ومثل دي اللي معناها الصاروخ او المركبة الفضائية، صاروخ صاروخ او قذيفة يعني. طيب فهي بتقوم باصعب المهام دون ما ان ترتكب خطأ. ماري lay back on the bed and rested her head on the، بقول لك ماري نامت على السرير كده وريحت ظهرها on the بيلو، المخدة. مش محتاجين نكمل بقى. بيلو دي اللي هي المخدة او الوسادة، ما دام فيها سرير يبقى المخدة. المونولوج ده المونولوج اللي هو بتاع التمثيل. فولو يتبع او يتابع، وجلو اللي هو الصمغ او اللاصق. I think I am suffering from the not of too little sleep، اعتقد ان انا بعاني من الايه بسبب النوم القليل جدا. فوكس يعني يركز، افكت يعني يؤثر على ده فيرب، افكت استاثيرات اللي هي النون، وافكشن اللي هي المحبه مشاعر مثلا وكده. طيب this part of the project، هذا الجزء من المشروع، is the most important، اهم جزء فيهم. so we need to make it our، عشان كده لازم نخلي our. evaluation تقييم، conclusion يعني خاتمه او استنتاج، بريوريتي اولويه، ادفانس اللي هو التقدم، لازم نخليها اولوياتنا لانه اهم جزء في الموضوع. يور نوت ار تو جو تو يونيفرسيتي اور تو جيت ا جوب، انك تروح الجامعه او انك تاخد وظيفه ده يور اختيارك اكيد، يور اوبشن اختياراتك. كابشن ده الكلام اللي تحت الصوره. كابتيفز اللي هم من كابتيفيت يعني يأثر، عذرا قلنا كابتيفيت يعني يؤثر، فكابتيفز اللي هم الاسرى يعني اسر الحرب او كده. تورتشرز دي اللي هي المعذبين، كلمة تورتشر يعني يعذب أو يعرض شخصا للتعذيب يعني. On her Facebook page، في صفحتها على الفيسبوك. She not about fashion، هي إيه بشأن الفاشن؟ مدام على صفحتها على الفيسبوك فهي كده بتعمل بلوجات يعني، شيء بقى بلوجز. بلوجز about معناها بتكتب بلوجات بشأن أو عن. Come on تعالى، Let's get started، لازم نبدأ. We have not enough time already، إحنا بالفعل ضيعنا وقت كتير، حان وقت البداية، يبقى wasted. The rules of the contest، قواعد الكونتست اللي هي المسابقة أخت كومبيتيشن كده، are not at the bottom of the page، ولا قواعد المسابقة are stated يعني مذكورة أو مكتوبة في آخر صفحة خالص أو آخر الصفحة. sustainable معناها مستدام، sustain استدام، suspected اشتبه فيه، و arrived يعني وصل. وبمناسبة arrive عايزك تركز إن arrive دي بتاخد حرف الجر at أو arrive in. arrive in دي لما يكون في بلد، لكن at لما يكون في مبنى مكان. arrive at school، arrive in Cairo، دي ممكن نستخدم بدلا منها جيت، بس جيت لازم تو. ممكن ناخد ريتش بس بتيجي من غير حرف جر، بس احترس ان في مصطلح اسمه ريتش تووردز معناها يتجه ناحيه. لما اقول لك ذا تشايلد از ريتشينج تووردز ذا فاز، الطفل متجه ناحيه الفازه. زير ماركتنج نوت فور ذا برودكت انفولفز اوبتيننج فري بابليستي، بقول لك الايه بتاعه الماركتنج بتاعهم فيها او تشتمل على ان هم يحصلوا على شهره واعلاميه ببلاش، اعلام ببلاش. تعال نجيب من الاول كده، ارفع دي بس شويه كده فوق. استامنا اللي هو قوه التحمل، استراتيجي اللي هو الاستراتيجيه، سوليوشن حل، وكوميونتي معناها مجتمع. فانت بتقول استراتيجيه التسويق بتاعتهم بتضم ان هم عايزين ينتشروا في المكان من غير ما يدفعوا فلوس. having to leave work and look for another while and another while having no money is not situation، انك تترك عملك تسيب شغلك يعني. and look for وانت تشتغل او تبحث عن شغل اخر while having no money في الفتره دي انت ما بيكونش عندك اي شغل اصلا is not situation، هو موقف unpleasant، موقف غير صار غير مفرح. refreshed معناها نشطة او منشط، effective فعال او مؤثر، optional اختياري. فبقول لك انك تسيب شغلك وتدور على شغلانه تانية وتقعد كده فتره من غير فلوس، فده موضوع unpleasant يعني غير صار، موضوع غير مفرح، زي كلمه gloomy كده بالظبط. الحوار ده اللي معناها برضو غير مفرح او غير صار، كئيب. The health report stresses the amount of fresh food in a diet، بقول لك ان التقرير الصحي بيأكد على أهمية الطعام الطازج في النظام الغذائي. accommodation دي معناها إقامة، سيبك من ده كله كده، خلينا في المهم الأول. coincidence دي coincidence معناها مصادفة،
دون ترتيب importance اللي هي أهمية، وعندي dermatology اللي معناها زي shelter كده، زي shelter معناها مأوى أو مبيت، يعني المكان اللي بنام فيه. accommodation دي معناها الإقامة. طيب she died after taking a not overdose of drugs. بقول لك هي ماتت بعد ما خدت دوز، دايما اوفر دي معناها زياده، فلما نقول اوفر بوبيليشن زياده سكانيه، طب اوفر دوز معناها جرعه زائده. طيب هي بعد ما خدت جرعه زائده ايه من من العقار او المخدر؟ طبعا ميسنج معناها مفقود، ميسد معناها مفقود برضو او فقد، ميسل دي معناها قلنا صاروخ، طب ماسيف معناها عملاق، بعد ما خدت جرعه كبيره ضخمه من المخدر توكلت على الله. What you are saying is true. اللي انت بتقوله ده كلام صحيح. The teacher not for the students. انت بتقوله ده كويس صح بالنسبة للمدرس ليس بالنسبة للطلاب. سؤال حل نفسه for teacher or for students يبقى for. The only not to the plan is that we don't have the time it requires. الايه الوحيد للخطة دي هو ان احنا ما عندناش وقت يكفي، ما عندناش وقت يكفي، فده معناها ان ده ميزة؟ لا. ميزة؟ لا. دروباك يعني عيب، interaction تفاعل. العيب الوحيد في الخطة دي ان هي محتاجة وقت واحنا ما عندناش وقت. A teacher should not his students performance weekly. المعلم لازم يعمل ايه في اداء طلابه بشكل اسبوعي؟ تعال نشوف evaluate من اولها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقيم. المعلم لابد ان يقيم اداء طلابه بشكل مبكر كل اسبوع. She had forgotten، نسيت انها تعمل ايه؟ the alarm، انها تضبط الالارم. sit دي معناها يجلس، seat معناها مقعد كرسي، يعني stay يعني يبقى او يظل، sit معناها يضبط. طيب وعندك sit up برضو معناها يضبط. خد بالك في seat دي معناها مقعد، بس ده مقعد ثابت، الكرسي اللي في الطياره، الكرسي في العربيه اسمه سيت. طب تشير ده الكرسي الخشب اللي سيادتك بتاخده تقعد، تلعب تقعد في الشارع، تقعد في البيت بره، انت حر، فاسمه تشير، كرسي بتتنقل معاك، لكن سيت ثابت، مقعد ثابت، زي الكرسي اللي في المترو بنقول عليه سيت ما بنقولش عليه تشير. طيب if you make a study plan، لو انت عملت خطه، your time will not better organized، وقتك سيصبح اكثر تنظيما. على فكره ممكن نستخدم هنا will become أو will be أو will get، أي واحدة من دول. هنا كلمة study a plan، study plan ديت عايزك تعرف إنك أنت بتقول make a plan يعني يعمل خطة، عندك حاجة اسمها work to a plan، دي كانت موجودة في الوحدة الأولى في كتاب العمالقة. work to a plan معناها يعمل وفقا لخطة. حاول أجيب لك كل حاجة لها علاقة بالكلمات عشان تبقى أنت برنس. erecting دي أخت founding، founding أخت establishing، أخت building، أخت setting up، كل دول معناهم بناء أو إنشاء. fences الأسوار is the most not way to restrict animals invaders. restrict معناها يمنع. بقول لك إن بناء الأسوار هي أكتر طريقة فعالة أو مؤثرة يعني في منع الناس اللي هم الغزاة اللي بياخدوا حيوانات. effect معناها تأثير، دي نون. affected معناها أثر على، ده فعل بس ماضي. effective معناها مؤثر أو فعال، فهي الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الناس اللي بيدخلوا يصطادوا الحيوانات. we need some really not who can organize the office and make it run smoothly. احنا محتاجين شخص فعلا ايه يعرف يدير المكتب ده بشكل ناجح، يبقى أكيد efficient اللي هو كفء. محتاجين شخص كفء كده يعرف يظبط لنا المكتب ده وما يتعبناش معاه. ignorant معناها متجاهل، embraced معناها متأثر، procrastinating اللي هو التأجيل أو المماطلة. working to a plan لسه أقسم بالله شايفينها حالا، work to a plan معناها يعمل وفقا لخطة. will surely help سيساعد في ايه؟ your productivity، سوف يرفع يعني، سيساعد في رفع. طيب تعال نشوف distract معناها يشتت، طب rise معناها يرتفع، طب raise معناها يرفع، وديكلاين معناها يخفض أو ينخفض. فأنت بتقول العمل وفقا لخطة سوف يرفع، يبقى will raise أو help raise your productivity، ده معناها it will make your productivity rise، ستجعل إنتاجيتك rise يعني ترتفع. she tried to not some conclusions from all what had been said. هي حاولت إنها توصل لنتيجة أو استنتاج. دي تالت مرة نقابل دي، قابلناها مرتين في المعاصر ومرتين هنا، يبقى أربع مرات كده. draw conclusion معناها يرسم خطة، يرسم خاتمة أو يصل لخاتمة أو يصل لاستنتاج. I'm sorry I didn't mean to not you while working. أنا آسف ما كانش قصدي إن أعمل إيه وأنت شغال والله، إني interrupt يعني يقاطع، أو distract يعني أشتت. interest معناها اهتمام، interact يتفاعل، و interceding ديت شكل مين عندنا؟ فاكريني بوتزم، وفاكرين كمان favoritism. الناس دول كان معناهم إيه؟ كان معناهم عدم
المحايدة اللي هي الواسطة. يعني كلمة انترسيد دي معناها يدخل كوسيط، يعني يتوسط لحد يعني. طيب مش مطلوبة منك ولكن لربما تقابلها يوما ما. The writer was criticized for his note on violence in his novel. بقول لك ان الراجل ده كان الكاتب ده بينتقد بسبب الايه، على العنف اثناء في روايات، اكيد التركيز على العنف. انا لازم التحليل اويرنس الوعي بولجمي اللي هو ربنا يهديه كده، تعدد الزوجات. These not are inconsistent with، ليست متسقة مع those of previous studies. هذه الايه مش متفقة مع اللي كانت في النتائج او الابحاث اللي السابقة، هي اكيد هذه النتائج findings. The symbols not in quality but were generally acceptable. بقول لك ان العينات ايه في الجودة لكن كلهم مقبولين، اكيد varied معناها تنوعت، العينات تنوعت في جودتها لكن كلها كانت مقبولة. Exams are used to assess students' ability. الامتحان تستخدم في تقويم قدرات الطلاب. كلمة assess هنا بتساوي evaluate، من غير ما نكمل evaluate يعني يقيم. evacuate دي مهمة بالنسبة لكل الاختيارات دول. evacuate معناها يخلي مكانا، evacuation plan خطة الإخلاء. She got through her work. get through her work with efficiency بكفاءة. get through معناها هي تجتاز العمل بكفاءة تامة. efficiency اللي هي الكفاءة، عكسها productivity الإنتاجية، لا دي حلوة. effectiveness الفاعلية، إيجابية معنى إيجابي برضو. ability القدرة برضو معنى إيجابي. أكيد incompetence، حتى إحنا عندنا كلمة competent زي كلمة efficient، efficient يعني كفء. incompetence بقى عدم الكفاءة، يعني مش عارف أسميها إيه بالعربي دي، بس هي عدم الكفاءة. he procrastinated هو ماطل and missed the deadline، وفاته الموعد النهائي. كلمة procrastinate هنا يماطل بتساوي postpone وبتساوي delay وبتساوي turn، لا مش بتساوي put off، بتساوي كمان put off اللي معناها يماطل أو يؤجل، يبقى هنا بتساوي postpone. diet varies الرجيم بيتنوع between different countries أو بيختلف، هنا معناها يختلف من دولة لدولة. كلمة لكلمة vary، vary قلنا هنا يختلف، هو عايز بتساويها كلمة similar مشابه، ماتش برضو معناها متفق او مشابه، يبقى كونتراست. كونتراست اللي معناها يعني يتناقض او يختلف من شخص من مكان لمكان. كورد كل شويه تيجي قدامنا معناها اتفاق. نايل طبعا هي اكورد اصلا، منها خدنا كلمه اكوردنج تو اللي معناها وفقا لي، فدي معناها اتفاق. نويز ديستراكتد هير مايند فروم هير ستاديز، الضوضاء شتتت دماغها خالص من دراستها. كلمه ديستراكت يشتت، بتساوي ديستربد معناها وزع، فوكس معناها ركز، انكرج معناها شجع، كونسنتريت معناها ركز. طيب انا عايزك تطلع كلمه من دول الاقرب لكلمه ديستراكت تشتت، يبقى اكيد ديستربد، لا دي ديستربد مش ديستريبيوتد، ديسترب يعني يقاطع او يشتت فعلا، ده كده معناها يشتت مش يوزع. طيب التانية اللي انا دماغي راحت عليها اسمها ديستريبيوت معناها يوزع، كان جت في امتحان ثانوية أزهري قبل كده. I work as a distributor، أنا شغال موزع، موزع بيوزع حاجات على البيوت وكده يعني. The overall situation is good، الموقف الإجمالي جيد، عكس overall. overall معناها الإجمالي العام، whole معناها كلي، public يعني عام، general يعني عام، يبقى كده specific. I'm making progress with my Spanish، أنا بتطور في الأسباني بتاعي. عايز synonym لكلمة progress التقدم، يبقى أكيد advancement التقدم برضو. عارف بقى لو هو عايز عكسها كنا قلنا هيستخدم كلمة retarded، عارفين retarded اللي هي كانت retarded اللي معناها متخلف، هنستخدم دي معاها. The plan was productive، الخطة كانت مثمرة. كلمة productive معناها مثمر، عايزين كلمة بتساويها. طيب barren دي اللي معناها الأرض الجدباء يعني اللي هي البور يعني البوار. sterile دي معناها عقيم عكسها برضو. infertile دي برضو معناها عقيم عكسها، يبقى fruitful مثمر. اللي بعد كده 69، people usually try to not their standard of living to lead a better life، الناس بيحاول ان هم يعملوا ايه في مستوى المعيشه، بيحاول ان هو يرفع، يبقى raise. فين raise؟ raise 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 يرفع. هنترجم الاربعه بقى، raise معناها يرفع ويربي ويجمع ويطرح سؤالا. طب arise معناها ينشا او يظهر، لما قلنا فاكر انت كنا نقول problems may arise، rise معناها يرتفع، لما نقول smoke began to rise بدا السوق الدخان يرتفع. arose دي معناها يثير، لما نقول اروز ماي فيلينجز يثيروا مشاعري. طيب فانت بتقول بقى الناس دايما بتحاول انها ترفع من مستوى الدخل. شي از نوت اباوت، طبعا كي كايند معناها عطوف، بعدها تو ورد اباوت يعني قلق بشأن، انجري اباوت وانجري ويز،
with طب enthusiastic about معناها متحمس ليه. فانا عندي دول كلهم about، ما نترجم كده هي ايه بشأن المشروع، بيتحدث عن فوائده طوال الوقت، يبقى كده هي متحمسة للمشروع مش غضبانة ولا قلقة. ام I took a 10 knot break، اكيد ما دام في ايه فانت عايز هنا الكل ده يكون مفرد بصفة مركبة، اكيد بما انها صفة فانا عايزها مفرد، يبقى 10 minute اللي هي رقم دي. طيب hard work not in success، لسه كنا بنحكي في الموضوع ده. results in قلنا بتساوي lead to، قلنا بتساوي كمان cause، قلنا كمان بتساوي bring about، الناس دي كلهم بيساوي بعض. happen يحدث، increase يزود، expect تتوقع. طب ما انا ممكن اقول لك عم العمل الجاد بيزود النجاح، فهنشيل ان حضرتك لو عايز تعمل كده. خلصنا كده كل الكلمات، باقي معانا ان شاء الله رب العالمين هنحل الاكسرسايز اللي على الجرامر اللي هو شويه مش كتار يعني، برضه هنحلهم ان شاء الله مع الرايتنج والامتحان في فيديو واحد او وفقا للجدول طبعا احنا ماشيين عليه عشان ما يبقاش في حاجه فيها خلل. انصحك تابع كمان كتاب المعاصر على قناه اليوتيوب عشان تبقى واد برنس بتحل من اكتر من كتاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.